المباراة النهائية للعام الخامس على التوالي. مبروك الفوز على الفوز والعرض الحقيقة المحترم اللي قدمه النادي الأهلي ومارسيل كولر قدام مازيمبي امبارح. عايز أخد رأيك في المباراة وأسمع من وجهة نظر كابتن أسامة إيه هي يعني أهم مكاسب الأهلي من وجهة نظرك في 90 دقيقة بتوع امبارح؟ الأول مبروك طبعا، أهلا وسهلا بك أحمد وبالسادة المشاهدين، ألف ألف مبروك تأهل النادي الأهلي للمباراة النهائية، وإن شاء الله نكسب مباراتين الترجي ونحصل على البطولة الـ 12. فمبروك طبعا لجماهيرنا اللي كان ليها العامل الأول امبارح في الملعب، شكل الملعب يفرح، 50,000 متفرج طبعا في اوقات صعبه جدا كانوا بيدعموا اللعيبه زي ما متعودين منهم دايما. فالحمد لله ان اللعيبه بذلت جهد كبير، ومستر كولر والجهاز وكل الناس انه يفرحوا الناس ديت اللي في الملعب، واكيد الملايين اللي وراهم خارج الملعب. المباراه بصفه عامه امبارح البدايه في الاول كانت جيده، ويمكن أضعنا فرصتين، يعني واحدة لوسام، واحدة لأحمد عبد القادر، واحدة للسولية برضه، واحدة للسولية اللي معلول عملها له بإجادة تامة، وهو استلم كويس قوي شاط، بس هو شاط في مكان اللي واقف فيه الجون، يعني مش لاكي فيها، لو ركز في زاويه ثانيه كانت هدف. يمكن الشوط الاولاني ابتدت العمليه شويه بعد 10 دقائق ربع ساعه تهدى شويه، الكثافه الهجوميه ما كانتش واضحه بعد ربع ساعه ثلث ساعه. طبيعه الحال فريق مازيمبي ابتدت تلعب، ما لهمش خطوره كبيره على الجون، ولكن في محاولات منهم لكن مش ذات خطوره كبيره، يعني ما شكلتش خطوره على مرمى مصطفى شوبير. ومش الشوط الاولاني كده، تحس الاهلي كان ممكن يخلص، بس برضه الضغط اللي عامله مش بالكثافه الكبيره، يعني وسام تملي كان لوحده جوه ال 18، المسانده من نص الملعب ما كانتش كبيره قوي، الاجناب وان كان الجنب اللي فيه عبد القادر ومعلول كان شغال كويس، ومعلول احنا كابتن اسامه تسمح لي، هو في نقطه تحول حصلت في المباراه، يعني طبعا مازيمبي كان بيحاول يلعب على فكره انه يخطف، وعشان كده يمكن كان بيلجا لتامين الدفاعي اكتر، لكن بمجرد ما الاهلي سجل هدف التقدم، هدف عبد المنعم، احنا شفنا فرص كبيره جدا، يعني الاهلي اهدر فيما تبقى من عمر المباراه عدد كبير جدا من الفرص والاهداف. ما هو زي ما انت قلت، انا بس حبيت اوصف الشوط الاولاني، كان لازم يحصل تغيير الشوط الثاني بنزول تنشيط شويه في نص الملعب، زي ما انت قلت كان في ربكه شويه في بدايه الشوط عشان احنا ما جبناش جون، لغايه الكره اللي جت في ايد المهاجم مازيمبي والحكم حسبها، يعني ما حسبش الهدف انه مش سليم، يعني جت في ايد الراجل. فدي اللي كانت نقطه تحول كبيره جدا، اللعيبه حست بخطوره، ابتدى الضغط يبقى اكبر، ابتدى عدد الناس اللي جوه ال 18 تبقى اكتر، الجماهير نفسها ابتدت تحمس اللعيبه انه لازم نكسب. فكمان ربنا كرمنا بعديها بدقيقتين على طول محمد عبد المنعم جاب جول، الكورنر اللي اتلعبت جاب الهدف، فابتدى بقى الحاله المعنويه اللعيبه تهدى افضل. لعيبه مازيمبي طبيعه الحال ابتدوا يجازفوا شويه لانه خلاص خرجوا من البطوله، ابتدت تسيطر على وسط الملعب، ابتدت تعمل هجمات اخطر، بقت في مساحات اكتر في فرقه مازيمبي لغايه لما جبت الهدف الثاني اللي هو رائع. يعني اسمع رايك بقى، اشرح لي كده، انت شفت ازاي الاسيست بتاع علي، وشفت ازاي الفينش بتاع وسام ابو علي؟ هي كرة ابتدت من امام، امام طبعا عودته حاجه مهمه جدا، وان كان طبعا لسه محتاج ماتشات، واضح انه خايف شويه الآن من الاصابه، لكنه عودته هتبقى مهمه جدا. عمل الكرة كان في نص الملعب، يعني بصاها تقريبا بظهره لانه هو اتجه للاتجاه اليمين، وبعد كده بصاها لعلي معلول في السكه اللي ناحيه الشمال،
في المكان الفاضي. فعلي معلول سند، وعلي معلول من أميز الحاجات اللي بتميزه عن أي لعيب آخر إن عنده دقة كبيرة جدا في الكرات العرضية. يعني إحنا شفنا الكرة الأولانية بتاعت السولية رايح وفينا زحمة جوه ال 18، استنى وشاف السولية ورجعها له لورا. صحيح. ديت شايف وسام أبو علي بيجري مع المدافع ما زقش لقدام قوي وقعد يمشي بالكرة، لا هو زقة بسيطة ومن مكانه لعبها في ظهر المدافعين لوسام ابو علي اللي اتحرك كويس قوي وتوقيته حلو اكتر من رائع، انه يطير ويحط الكره برجله بالشكل ده، وانها كمان ربنا وفقه انها تروح في الزاويه البعيده. جول صراحه رائع، يعني ايه انا عايز اقول توج الايه وسام ابو علي كان بيحاول لكن ما كانش في الماتش الاولاني ضيع فرصه او فرصتين برضو قبل الجون ده كان ضيع فرصه وفرصتين، فربنا كافئه بالكوره دي انه جاب جون جميل جدا من احلى الاجوان اللي تشوفها يعني. وصعب، فتدي له كمان ثقه وتدي له لانه المهاجم لما بيجيب اجوان بترفع معنوياته جدا، فهو صحيح. عمل نشاط وربنا كمان كلل مجهوده بالجون، وابتدى بقى خلاص الامور بقت رايحه للنادي الاهلي جدا بعد الجون الثاني واضح يعني. لغايه لما كمان اكرم جاب الهدف الثالث. صحيح هو في نهايه الماتش والاهلي كان متاكد انه هيكسب انه 2-0 خلاص، لكن برضو خلى الشكل كمان افضل. لا واكرم يستاهلها حقيقه. طبعا عمل ماتش كويس بتاع امبارح بصراحه كابتن اسامه. لا بص هو في مجموعه عملت ماتش كويس. اكيد كل مباراه بيبقى ليها ناس افضل من ناس بتعلى في ماتش، ناس بتعلى اكتر، لكن امبارح بصفه عامه محمد عبد المنعم عمل ماتش كويس قوي وجاب جول حلو الاولاني فرق معانا كتير. اكرم عامل جهد كبير في نص الملعب وشال كره من على خط المرمى، كانت النتيجه لسه 0-0، ثم احرز الهدف الاخير وعمل جهد في نص الملعب. علي معلول امبارح في الناحيه الهجوميه كان مميز جدا، سواء في الكرات العرضيه اللي بيعملها، سواء المسانده مع احمد عبد القادر في عمله جابها كويسه حقيقي، سواء في الضربات الثابته بيلعبها بقوه واتقان، وشفنا الكره اللي لعبها لاحمد عبد القادر في الشوط الاولاني اللي حطها براسه والكون شالها كويس. فهم الثلاثه بصراحه كانوا مميزين، وغير طبعا ناس ثانيه. صحيح. وامبارح برضه بمناسبه ذكر عبد القادر الحقيقه كمان امبارح شفنا له ادوار، يعني في الاوقات اللي بينزل فيها هو نص الملعب وبيفضي مساحه لعلي معلول، اوقات كتير جدا شفت باصات لعبد القادر من لمسه واحده، مش عبد القادر اللي كان بياخد الكوره ويعمل دريبل ويقطع بيها مشاوير، من لمسه واحده بتوصل بـ 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 يعني كره علي معلول اللي اتلعبت لعمرو السولية اللي كنا بنتكلم عليها من شويه، عبد القادر حاططها ولا اروع من نص الملعب، لمسه واحده لا صبر على الكوره ولا حاول يرقص ولا برضو. عبد القادر ستايله اختلف، شفت ده في ماتش امبارح بشكل واضح كابتن اسامه. بص يا احمد، اتكلمنا في موضوع عبد القادر ده من اكتر من سنه ومن 6 شهور ومن قبل كده. عبد القادر مفيش اختلاف انه لعيب كويس ومهم، بس هو رقم واحد قبل اي حد، هو اللي لازم يبقى مهتم ومركز. يعني في لعيبه انت ما بيبقاش عندك امل فيها قوي، لكن في لعيبه انت عندك امل فيها قوي، بس هو كمان لازم يبذل كل جهد معاك يا كابتن في كل وقت بينزله، لانه اولا مهاري دي قليله في الكره المصريه دلوقتي، من الحاجات اللي بيعرف يعملها انه لما بيروح واحد على واحد بيعرف يعدي ويعمل زياده، لان ساعات بيبقى في تكتلات مش شرط التمرير السريع اللي بيفرق فيها، هو عنده القدره ان يعدي من المواقف اللي هي واحد ضد واحد او واحد ضد اثنين انه يعدي ويخترق، بيعرف يجيب جون. بس نتمنى الحاله اللي احنا من ساعه ما ابتدى يرجع في اخر ماتشين ثلاثه واخرهم امبارح، ابتدى مثلا يبقى زي ما انت بتقول الكره احيانا امتى رقص وامتى العبها سهل. صحيح. ابتدى يحاول بدني يزيد شويه، لانه هو واضح انه الناحيه البدنيه لسه، لانه كان بقاله فتره طويله جدا ما بيلعبش،
ولعب الماتشات اللي فاتت اجزاء. امبارح يمكن كمل الماتش او يعني طلع اخر يعتبر كمل الماتش يعني في النهايه. البدني بتاعه لازم يزيد، لازم يدوس في ديت، انه لانه فعلا لعيب مهم لو خد الامور بتركيز واهتمام زي امبارح وزي الماتشات اللي قبليها. فهو طبعا اضافه، وانا سامعك وانت بتتكلم برضو اهم حاجه كسبناها ان احنا كسبنا في ظروف الغيابات دي. يعني ان شاء الله ماتش الترجي ناقص له حوالي مثلا 20 يوم ولا حاجه تقريبا. امام امبارح شفناه شارك، وفي ماتشات دوري جاي. حسين الشحات كان قاعد على الدكه يعني رجع، الشناوي رجع ويكمل المسيره مع شوبير اللي عامل مستويات رائعه. مصطفى شوبير في الماتشات الاخيره كلها اللي وقفها متتاليه دي كلها كان بيأدي بصوره رائعه. ياسر ابراهيم يكون رجع، بيرسي تاب كان بقاله ماتشين ثلاثه ما بيلعبش وابتدى يخش يوصل للفورمه بتاعته. يعني اقصد عوده المصابين تباعا هتفرق كتير لانك انت محتاجهم. صحيح. يعني بعيد عن الناس اللي موجوده. خليني اقول كابتن اسامه، الناس كانت حاسه انه الاسماء اللي موجوده في 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 قائمه الاصابات ممكن تعمل هزه او تاثر على مستوى النادي الاهلي، لكن الحقيقه لا. انا النهارده كسبان اكرم توفيق، كسبان احمد عبد القادر، يعني اقصد اقول حتى مع رجوع مروان عطيه، ورجوع ديانج في خط النص، لا في هتقعد مين وتلاعب مين؟ خط الهجوم عندك رضا شحاته، عندك بيرسيتاو، عندك حسين الشحات، عندك عبد القادر، عندك معاهم طاهر، هتقعد مين وتلعب مين؟ وده كله في مصلحه الفرقه. يعني طبعا المنافسه بين اللعيبه وحاله التالق اللي في كل الخطوط دي في النهايه هتصب في مصلحه كولر ومصلحه الفرقه. صحيح. طبيعه الحال اي مدير فني بيتمنى ان الناس كلها تبقى موجوده، ما يبقاش في اصابات، كل الناس في الفورمة. لكن أنا بكلمك بواقعية كرة القدم. مفيش شك إنه الناس اللي موجودة ما أثرتش، وفي ناس فيهم ظهروا زي ما أنت قلت، ولكن في عناصر أساسية في الفريق عودتها هتعمل إضافة زيادة وتدي صلابة وقوة للفرقة أكتر. يعني أنت بتتكلم في مروان عطية، بتتكلم في أليو ديانج، بتتكلم في حسين الشحات، بتتكلم في ياسر ابراهيم الشناوي، في امام عاشور، بتتكلم في الشناوي مع مصطفى عشان ما يبقاش في ديفو لو يعني لا قدر الله مصطفى ممكن يعني ربنا يحفظه طبعا يحصل حاجه، يبقى انت عندك حارس دولي وحارس الثاني صاعد مقاوي. فالعوامل اللعيبه اللي هي عندها خبرات ولاعيبه مميزه ما فيش شك لما تجهز هتدي قوه للمجموعه اللي هي كافحه الماتشين اللي فاتوا وادوا بشكل كويس وقدروا يصعدوا بينا للنهائي يعني. فده كله في صالح الفرقه وفي صالح لصالح المدير الفني انه يقدر اختيارات تبقى واسعه قدامه، ما يبقاش مزنوق في 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 انه مش عارف يعمل ايه او يحصل ايه او يغير مراكز لعيبه غصب عنه. صحيح. في حاجات. صحيح. فهي بتدي له اريحيه شويه في الاختيارات. سؤال اخير كابتن اسامه، كنت تتمناها او تتوقعها ترجي ولا سان داونز؟ لا بص عشان نبقى منطقيين، قبل الماتشين خالص ما يتلعبوا كانت الترشيحات اكتر لسان داونز، يعني مثلا تقدر تقول 70 30 مثلا او 65 35. بعد انا شفت الماتش الاولاني بتاع الترجي للاسف امبارح، بس ما شفتش الماتش، قعدت اتفرج دلوقتي على ربع ساعه 10 دقايق بتاع، لكن امبارح عشان كان ماتش الاهلي في التحليل ما شفناش الماتش. بعد مكسب الترجي الماتش الشوط الماتش الاولاني، الترجي برضو بقى منظم جدا، اضاف لعيبه جيدين للفرقه ما كانوش موجودين زي رودريجو المهاجم، زي توقا في نص الملعب، زي يعني لعيبه كتير، حسام الدين غش لعيب الجناح ناحيه الشمال، مع القدام اللي هم مرياح وتوجاي وغلال الشعلالي، والحارس ماميش كمان امبارح. انا بشوف دلوقتي ده هو صاحب الفضل في تأهل الترجي الحقيقه. امبارح يعني جون حارس هاي كويس برضه. فالترجي بعد ما كسب الماتش الاولاني 1-0 صراحه الماتش العوده انا قلت 50-50 يعني. يعني النسب كبرت بالنسبه له، ولكن ما زال كان سان داونز برضه ليه الافضليه.
فهي الاثنين المستويات متقاربه، ده عنده حاجات وده عنده حاجات، ده اكثر صعوبه في الدفاع واكثر خطوره لما بيلعبوا على الهجمه المرتده وفي الضربات الثابته، وصن داونز اكثر استحواذا وفرقه بتلعب كوره كويسه وبتوصل للجون كتير، ولكن الشمال الافريقي لما بيلعبوا فيه صعوبه في حاجات، وصن داونز لو كنا لعبنا صعوبه في حاجات. فالمشكله في النهايه اللي وصل الترجي وده يهمنا انه اي حد كان يوصل هنلعبه، لان احنا النادي الاهلي طبعا وبنلعب على المركز الاول بس وبنلعب على البطوله. كنا نقابل اي حد يعني اهلا وسهلا، ان شاء الله نعمل ماتشين كويسين مع الترجي ونقدر في مجموعه الماتشين نصعد يعني. ان شاء الله مبروك مره ثانيه للتاهل للنهائي يا كابتن اسامه، وكل التوفيق للاهلي في مشواره اللي جاي. وده الكلام بالمناسبه يعني في ختام او في اخر كلام كابتن اسامه كان بيتكلم على انه الترجي والناس قالت انه في بعض الجماهير كده احتفلت يعني مبكرا، قالت لك لا يعني بما انه سان داونز خرج كانوا متوقعين انه المنافسه هتكون اهلي سان داونز، والمنافسه بين الاهلي وسان داونز خلينا نتفق انه سان داونز من اقوى فرق القاره. بشكرك طبعا كابتن اسامه، بشكرك على المشاركه معانا. في جماهير كتير لما شافت الترجي طلع سان داونز قال لك لا ده البطوله كده خلاص ضمناها، لا القصه مش كده خالص.